الشرعي عليهم في عنهم المسؤولية إذا أثبت السبب الأجنبي. إذا أثبت. إذا ما بسبب أجنبي فالمسؤول هو. لا يكمل إثبات العكس. لا يكمل سبب 22. طيب وكون الواقع هنا جائزة الإثبات. هل هي يعني هل يكون القاضي فيها قاضي يعني نعم اللي القاضي كما تنقل ولا غير قاضي؟ نعم. قول نعم. قاضي قاضي. صح. وكان الواقع العكس الأولى موضوع لا هذه أن تكون كما قلنا أن تكون محددة وتكون احتمالية مختبرة وتكون مختبرة في الدعوة تكون هذه هو واقع تكون القاضي الأفراد قانونية غير مقيد شرط التنازع يا دكتور وكون الواقع جائزة الإجبار أو غير جائزة الإجبار قانونا من مشاعر القانون التي يكون فيها قاضي الموضوع خاضعا في عمله لرقابة محكمة النقد المحكمة العليا لأن عدم جواز إثبات الواقعة يرجع في جميع أحوالها إلى أي حكم القانون الذي يمنع هذا الإثبات وهذا بخلاف الواقعة المتعلقة بالدعوى وكونها متمثلة في الإثبات وكذلك أن تكون كما قلنا محددة وأن تكون أي ممكنة إذ هي في الأصل مسائل موضوعية يختص في تقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه محكمة النقد نكتفي بهذه المسائل وبعدين حنواصل طيب الأخوة اسمحوا لي اسمع لي سؤالك